وانتم من الجوع اتقوا الله. امين. اتقوا الله يا كفار. حناجر جافة انهكها الحصار، تصرخ بما تبقى من صوتها المبحوح: الجوع قتلنا. هذا ما جنته سياسة التجويع التي انتهجها النظام السوري على معظم المناطق السورية بعيد انطلاق الثورة. حتى الحشائش التي أصبحت ملاذهم الوحيد لترطيب أكبادهم أضحت تحت أنظار قناصة النظام. فبعد الحصار والكوارث البشرية التي وقعت في الغوطتين ومعظمية الشام، ها هو مخيم اليرموك جنوبي العاصمة يرزح تحت وطأة القصف والحصار في آن واحد من قبل قوات النظام، وكل يوم يسقط من بين 4 إلى 5 أشخاص بسبب الجوع حسب مصادر فلسطينية. منظمة العفو الدولية خرجت من صمتها واعتبرت أن الحصار الذي تطبقه قوات النظام على بعض المناطق وسياسة التجويع هي جريمة حرب يحاسب عليها القانون، مطالبة النظام بفك الحصار فورا وعدم استخدام المساعدات الإنسانية كوسيلة لتحقيق مكتسبات عسكرية أو سياسية، مشددة على أن يكون أهم أهداف جنيف 2 فك الحصار وإيصال المساعدات. شو عم تطعميهم؟ زيتون من الحاوية همنا هلا بدنا نطلع ورغيب خبز بس يعطوا. أجساد توارى الثرى كل يوم، فمن يدري غدا بأي طريقة قد تموت. هاجس لم يفارق سكان مخيم اليرموك وغيرها من المناطق المحاصرة. عمر النشوان، العربية.